السمك الاسبوع ده اغلى من الاسبوع اللي فات. ليه السمك يعني شد شويه النهارده؟ عشان الساعه دي بتموت السمك. يعني بط النهارده كان بيبيعوا الاسبوع اللي فات كانوا بيبيعوا ب 5 22 23 النهارده ب 25 والكبير قوي ب 27. المكرونه عامله 60 جنيه 70 جنيه. الجمبري حلو قوي كبير اهوت عامل 150 جنيه. اسعار حلوه كويسه بس في بقى مراكب بقى اتاخدت بقى في اتاريا اثرت على البلد برضه. الكفتي ده كان ب 25 النهارده بقى ب 20، ده كان ب 27 وب 30 حاليا بقى ب 25 وب 23 جنيه، يعني اسعار السمك ممتازه. البولتي ده بلدي بره امبابه ب 50 هنا ب 25. البغبغان ده حريد ده بحر عامل 50، البوري كان ب 60 عامل 50، المكرونه البلدي ب 35 جنيه، الجمبري ب 100 جنيه. الحاجات يعني حاجات ممتازه جدا. الاول ب 20 و5 جنيه، اللي ب 20 جنيه البولتي غلوه 25 جنيه. للاول غلى البولتي للاول نزل بقى النهارده 20 جنيه 22 21 كده، والفيليه ده ب 100 جنيه. ل 120 قال له 120 بس ده ب 100 جنيه النهارده. والله الفيليه غالي. والسوبيت والسوبيت ب 110، والكندوفلي ده للاول ب 10 و7 و8 قال له 60 جنيه. والجمبري ده للاول ب 110 خلوه 150 النهارده ب 110. والتعابين ل 150 خلوه 130 بس لما حاجه غاليه. والبولتي ده للاول ب 10 خلوه ب 20. والبولتي الكبير ده اللي ب 25 خلوه ب 30. والله اسعاره حلوه شويه، يعني البولتي بيبدا من اول 22، الكبير شويه عامل 25، والبوري عامل 50. في سمك بحر احمر بقى الموسى عامله 50، الشعور عامل 40، في سمك اسمه قمر عامل 40، ماشي. المكرونه تبدا من اول 50، والجمبري 120 130 140، الفيليه 80. اللي فات كانت سعره عاليه شويه بس الاسعار دي يعني الايام دي نازله شويه خالص، ان الجو نايم مفيش بيع ولا في شراء.